تراس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه اجتماع المجلس الاعلى للقوات المسلحه الذي عقد مساء اليوم بمقر الامانه العامه لوزاره الدفاع حيث تناول الاجتماع مناقشه عدد من الموضوعات ذات الصله بانشطه ومهام القوات المسلحه وجهودها في حمايه ركائز الامن القومي المصري على كافه الاتجاهات الاستراتيجيه وتضمن الاجتماع استعراض تداعيات الاحداث الجاريه داخل السودان الشقيق جراء حاله التصعيد بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع بجمهوريه السودان وما يمكن ان تؤول اليه الاوضاع خلال الفتره القادمه من نتائج وتداعيات تؤثر على امن وسلامه المنطقه